اهو شيك فورمولا تمام، نمبر هول نمبر اسبريتور دوس الكي، ايه رايكم؟ مفيش ادنى فرق. اذا انا عملت الحل الامثل والافضل ببلاش، حسبت كل حاجه بدون ما اعمل اي كالكوليتد كولوم، وده يرجعني للقاعده اي ثينك كانت رقم 2 المره اللي فاتت، ان لو عندك حل ينفع بالميجر والكالكوليتد كولوم بنعمله بايه؟ بنعمله بالميجر ما بيكلفنيش حاجه. هرجع اعيد تاني اللي انا قلته، او الحل اللي حليته، حليت الحل بتاع ريفينيو على 3 مرات. اول مره كان الحل الاسوأ ان انا جبت استدعاء للبرودكت برايس من جدول برودكت حطيته في السيلز وسبته موجود از كولوم، وبعد كده ضفت كالكوليتد كولوم تاني وقلت له اضرب لي الكميه في البرايس فاداني الريفينيو، وبعد كده رحت رايح لميجر عملت السمشن للكلام ده وده الحل الاسوأ، كلفني 2 كولوم وميجرايا. رحت راغي قلت لا انا بقيت اشطر، تعالوا نلغي البرودكت برايس كولوم وهعمل الريليتد فانكشن جوه الايكويشن بتاعه الريفينيو، بس ضفت عمود واحد فقلت اضرب لي الاوردر كوانتيتي جوه السيلز وانا واقف جوه السيلز في ريليتد، ورحت ناده البرودكت برايس من جدول البرودكت وكده عملت الحركه دي، وبعديها عملت ميجر يجيب لي السبميشن، فهنا وفرت 1 كولوم بس ستيل عندي كولوم. بعد كده تطورت وادائي بقى افضل، لقيت ان انا عندي اوبشن اعمل كل ده بميجرايا بدون ما اكلف الفايل بتاعي اي معلومات تقل الوزن بتاعه باستخدام الساحر اللي هو اكس سم اكس، عشان احنا هنا بنحسب سميشن، فرحت عامل نيو ميجر رحت ضارب الاثنين باستخدام ايكويشن سم اكس اللي بتطلب الاول التيبل، بعد كده تطلب الاكسبريشن تحط فيها المعادله اللي انت عملتها اوردر كوانتيتي اللي جوه سيلز في ريليتد برودكت برايس، وحسبتها بهذا الشكل. هطلب من حضراتكم تعملوا لي الاثنين دول، مره بالحل رقم 2 اللي هو نص نص، ومره بالحل الافضل، وصوروها وتبعتوها لي، وبعد ما تصوروها تخش تمسح الميجر بتاعه التوتال ريفينيو سي سي، لان احنا مش عايزين اي كالكوليشن. معاكم 5 دقائق.